الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، الفرقة التانية إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أجزاء الانتستين. إحنا عارفين إن الانتستين بتكون من تو بارت، في سمول انتستين وفي لارج انتستين. زي ما خدنا في المحاضرات، السمول انتستين بتكون من 3 بارت، الديودينم والجيوجينم والإليم. هنشوف مع بعض أجزاء السمول انتستين دلوقتي. السمول انتستين بتكون من 3 بارت. اجزاء السمول انتستين، اول جزء معانا جزء الديودينم، بعد كده الجزء الكبير ده كله اسمه الجيوجينم، بعد كده عندنا اخر جزء من اجزاء السمول انتستين اسمه الاليوم. كل جزء هنتكلم عن كل جزء لوحده. اول جزء معانا اللي هو الديودينم. الديودينم بيبقى ليه الكرينيال بارت اوف ديودينم، في الديسندنج ديودينم والاسندنج ديودينم. الديودينم بيحصل له سسبنسد او بيتعلق بحاجه اسمها الميزو ديودينم. ده كده بيبقى اللي معلق الديودينم ده، اللي معلقه هنا ده اسمه الميزو ديودينم. يبقى الميزنتري بتاعت الديودينم بنسميها الميزو ديودينم. بعد كده عندنا الجيوجينم اللي هو بنسميه الصائم. ليه بنسميه كده؟ عشان خاطر ما بيبقاش فيه اي اكل خالص، الاكل بيعدي فيه بسرعه جدا، لما بيتفتح بنلاقي فيه فلويد بس، عشان كده بنسميه الصائم. وده اكبر جزء من اجزاء الميزنتري. الميزنتريك بارت اوف السمول انتستين عباره عن الجيوجينوم والاليوم. ايه الفرق ما بين الجيوجينوم والاليوم؟ مفيش اي ديماركيشن من بره نفرق ما بينهم، غير ان الجيوجينوم بنلاقي ان الوول بتاعه بيبقى سن، انما الاليوم الوول بتاعه بيبقى سك. ليه؟ نتيجة وجود اجريجيشن من الليمفويد تيشو موجودة في الاليوم بكمية كبيرة لارج اماونت، انما في الجيوجينوم سمول اماونت او فيور، تكاد تكون يعني كمية صغيرة جدا من الليمفويد تيشو موجودة في الجيوجينوم. الجيوجينوم كمان اللومن بتاعه بيبقى وايد، انما الاليوم اللومن بتاعه بيبقى نارو. ايه اللي بيحصل سسبنسد او ايه اللي بيعلق الجيوجينوم؟ حاجة اسمها الميزو جيوجينوم. الميزوجيوجينوم دي كلها جزء الميزنتري بيتعلق بحاجه اسمها الميزوجيوجينوم، والاليوم بيتعلق بحاجه اسمها الميزو اليوم. يبقى الميزنتريك بارت اوف السمول انتستين بيتعلق بحاجه اسمها الميزوجيوجينوم الميزو اليوم. ده الميزو اليوم اهو بتاع الاليوم، جزء الاليوم، وده الميزوجيوجينوم. وزي ما شايفين الجيوجينوم ده اطول جزء من اجزاء الانتستين. بعد كده الاليوم ده بيقولوا عليه اللفائفي، بالعربي كده بيسموه اللفائفي. شفنا الفرق الديماركيشن ما بين، عرفنا الفرق ما بين الجيوجينوم والاليوم. ايه تاني من اجزاء الانتستين؟ بعد كده هنشوف اللارج انتستين. اللارج انتستين اول جزء من اجزائها السيكم، الكولون. الكولون في الهورس بيبقى دبل يو شيب، بعدين الكول ده الكولون، وبعدين الريكتوم اخر جزء من اجزاء بيبقى الريكتوم. ده كده اللي هو بيبقى الريكتوم. تمام، نشوف اجزاء اللارج انتستين. اول حاجه من اجزاء اللارج انتستين اللي هو السيكم. السيكم بيتكون لنا من ايه؟ بيتكون من بيز وبودي وابيكس. بيز وبودي وابيكس، ده بالنسبه للسيكم. السيكم بيتصل مع الاليوم بحاجة اسمها اليوسيكال ليجامنت. السيكم والاليوم بيتصلوا مع بعض بحاجة اسمها اليوسيكال ليجامنت. ادي الاليوم اهو، وادي السيكم. الليجامنت ده بنقول عليه اليوسيكال ليجامنت، ما بين السيكم الجزء ده والاليوم اليوسيكال ليجامنت. عندنا الاثنين ليجامنت مهمين جدا في العينة دي. اول واحد فيهم اليوسيكال ليجامنت اللي ما بين الاليوم وما بين السيكم. تمام كده عرفنا، شفنا السيكم اول واحد فيه. بعد كده هنشوف الاسندنج كولون. الكولون بيكون لنا من 3 بارت، اسندنج اللي بيبقى على شكل دبل يو شيب، وترانسفيرز كولون المستعرض ده، والديسندنج كولون. ده كده الديسندنج كولون. تمام، اول حاجه هنشوفها معانا اللي هو الاسندنج كولون. الاسندنج كولوم في الهورس بيبقى على شكل دبل يو شيب. يعني ايه دبل يو شيب؟ يعني بيعمل زي شكل الواي كده، بيبقى ليه 4 بارتس. اول حاجه اللي تحت ده بنقول عليه الفنترال بارت، واللي فوق الدورسال. يبقى اللي تحت الفنترال بارت
الفنترال بيبقى فيه جزء ناحية ده كده الرايت وهنا الليفت، ده الرايت فنترال، الرايت فنترال هنا، ده الليفت فنترال، ده كده الرايت فنترال زي ما شفنا، ده الليفت فنترال، ده الليفت دورزل اصغر واحد فيهم الليفت دورزل، بعد كده ده الرايت دورزل نقول عليه الامبولا كولاي. هنشوفهم تاني اجزاء الاسندنج كولون اللي فاتح فيه السيكم، السيكم بيفتح فيه، السيكم بيفتح في حاجه اسمها الرايت، الرايت فنترال بارت، الرايت فنترال بارت اوف الاسندنج كولون. الرايت فنترال بيمشي يعني بيبقى باصص كرينيالي ناحيه الكرينيال قدام لحد ما يوصل عند منطقه الاسترنم او منطقه الاسترنم ويعمل حاجه اسمها اللي هي مفروض في الاسترنال فليكشر، مفروض في هنا الاسترنال فليكشر دي كده هنا استرنال فليكشر، الاسترنال فليكشر او اسمها الفنترال دايفراجماتيك فليكشر، استرنال فليكشر او الفنترال دايفراجماتيك فليكشر. بعد كده يكمل كايه، يكمل باصص كودالي، باصص كودالي اند فور بيكون ايه الفنترال، البارت الثاني من الفنترال بس بيروح ناحيه الليفت، يبقى ده الليفت فنترال، الليفت فنترال بارت، الليفت فنترال يوصل لحد الليفت فنترال لحد البلفيك قلت ويعمل لنا حاجه اسمها البلفيك فليكشر، البلفيك فليكشر دي كده البلفيك فليكشر. يبقى احنا هنشوف الاسترنال فليكشر، الاسترنال فليكشر من تحت هنا دي الاسترنال فليكشر او الفنترال دايفراجماتيك فليكشر، ودي اللي هي البلفيك فليكشر. الكولون الاسندنج كولون بيبقى يرجع تاني باصص ناحيه الكرينيال ويعمل حاجه اسمها الليفت دورزل، اصغر جزء فيهم اللي هو الليفت دورزل، الليفت دورزل بيوصل لحد الاسترنال او الدايفرام ويعمل لنا حاجه اسمها الدورزل دايفراجماتيك فليكشر، دورزال دايفراجماتيك فليكشر، الدورزال دايفراجماتيك فليكشر. بعد كده يمشي كودال تاني ويعمل لنا حاجه اسمها الفنترال، سوري الدورزال بس ده ناحيه الرايت، فده الرايت دورزال بارت، رايت دورزال اوف بارت اوف الاسندنج كولون بنسميه الامبولا كولاي، الامبولا كولاي زي ما احنا شايفين عامل زي الامبولا كده فبنسميه الامبولا كولاي. كل جزء من اجزاء في كل جزء بيبقى شايفين الوايت باند دي بنقول عليها تينيا، دي كده بنقول عليها التينيا، الوايت باند دي بنقول عليها التينيا، التينيا دي بتبقى ايه فايدتها، بتعمل ان هي بتحافظ على ان الاجزاء دي ما يحصلش ليها رابشر او ما تحصلش ليها انفجار لما بتتملي بالفود او لما بتتملي بالاكل، وكمان بتقلل مساحه السطح بتاعت الانتستين، بتحصل بتضغط الاجزاء الانتستين مع بعضها فبتقلل مساحه السطح بتاعتها. والتانية دي كمان بيمشي عليها البلود فيزل زي ما احنا شايفين كده، البلود فيزل ماشي على الوايت باند دي اللي هي التانية، ماشي عليها البلود فيزل نفسه الارتري والفين. هنقول الاجزاء تاني كده بتاعت الاسندنج كولون، قلنا ده الرايت فنترال، ليفت فنترال، ليفت دورزال، رايت دورزال، الرايت دورزال بعده هيبقى فيه ايه؟ فيه ترانسفيرس كولون، ترانسفيرس بيمشي لنا هو المستعرض، بيمشي في البطن من ناحية الرايت لناحية الليفت، بيعدي من الرايت لليفت، فده بنقول عليه ترانسفيرس كولون. بعد كده فيه الديسندنج اللي هو متعلق بالميزنتري دي، اسمها الميزنتري اوف ديسندنج كولون او ديسندنج ميزو كولون، دي اللي هو الديسندنج كولون. وبعدين يبقى الريكتوم التانية هنا اهي مسؤولة عن الفيكا المطر لما بتبقى على شكل كور على شكل بوز. بعدين يكمل كاريكتوم، هنشوف عدد التانية والسيكيوليشن في كل جزء. في الفنترال بارت الرايت والليفت بنقول فيهم اربعة تانية واربعة رو من السيكيوليشن، اربعة تانية واربعة رو من السيكيوليشن زي ما احنا شايفين كده، ادي واحدة اهي في ايه دورزال وفنترال، وادي التانية اهي، شوف ادي التانية اهي،
دي اللي هي موجوده في الفنترال، بيبقى اربعه تانية واربعه رومن سيركيوليشن. في الدورزال، في الليفت دورزال بيبقى في واحده تانية وواحده رومن سيركيوليشن. ادي التانية موجوده معانا اهي اللي ماشي عليها البلاد فيزل، دي التانية اللي موجوده معانا وواحد رومن سيركيوليشن بس، اللي هي السيركيوليشن اللي هي اللي ظاهره معانا دي بنسميها سيركيوليشن. الليفت بعد كده اللي هو الرايت فنت، الرايت دورزال بيبقى فيه ايه، فيه ثلاثه تانية، دي واحد ادي اتنين وادي الثالثه من ناحيه الميديال من جوه، ادي الثالثه ماشي عليها البلاد فيزل اهي، فدي بنقول عليها ثلاثه تانية في الامبولا كولاي او الليفت دورزال، سوري الرايت دورزال بيبقى ثلاثه تانية وثلاثه رو من السيركيوليشن. ادي رو وادي الثاني والناحيه الثانيه الثالث، ثلاثه رو من السيركيوليشن. في بعد كده عندنا ايه، الترانسفيرس كولون ما فيهوش تينيا ولا فيه روم سيركيوليشن. الديسندنج كولون فيه اتنين تينيا، واحد وادي الثانيه اهي، وفي اتنين روم سيركيوليشن، ادي واحد رو اهو وادي الثاني. فالسيركيوليشن دي اللي مسؤوله قلنا عن الفيكال ماتر، بتبقى بولز. قلنا الكولون الديسندنج كولون بيتعلق بحاجه اسمها الديسندنج ميزو كولون. يبقى نقول بسرعة كده الأجزاء تاني بسرعة، قلنا ده الديودينم، الجيوجينم تعلق بميزو جيوجينم، الإليام، قلنا الإليام بيمسك في السيكم في حاجة اسمها ده كده الإليوسيكال ليجمنت، إليوسيكال ليجمنت، وبعدين السيكم وده الأسندنج كولون. السيكم مع الأسندنج كولون الليجامنت التاني المهم معانا اللي هو السيكو كوليك ليجامنت، جاي من السيكم ورايح للكولون، سيكو كوليك ليجامنت، السيكو كوليك ليجامنت زي ما احنا شايفين كده السيكو كوليك ليجامنت. بعد كده دي اجزاء الاسندنج كولون. الاسندنج كولون قلنا في رايت فنترال ورايت ليفت فنترال، ليفت دورزال، رايت دورزال، والرايت دورزال قلنا بنسميها الامبولا كولاي. بعد كده ترانسفيرز كولون ده، وبعدين الديسندنج كولون، واخر حاجه معانا الريكتوم. دي بالنسبه لاجزاء الانتستين، وعرفنا الليجمنت وعرفنا التينيا والسيكيوليشن اللي موجوده، وعرفنا كل جزء بيتعلق بايه من اجزاء الميزنتري. شكرا.